الكلمة الآن لرئيس جزر الكومور. est bien familier des enjeux d'insularité qui ont été évoqués à l'instant par la première ministre Miamotelé, mais aussi ceux de la grande pauvreté. ولقد تحدثنا كثيرا عن التحدي الفقر وعن العديد من الأزمات في أجندة هذا المؤتمر، ولذلك أترك إليك سيدي التعليق على كل ما تناولناه خلال الجلسات. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس على إعطائي الكلمة. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الضيافة وحسن الترحاب. هناك العديد من النقاط التي سوف أتناقش خلالها وسوف ألقي الضوء في إطار موضوعي. Tout a été dit et j'ai beaucoup apprécié les interventions des uns et des autres. إنني أخذ في عين الاعتبار جميع وجهات النظر التي تداولت خلال هذه الجلسات، وإنني أأمل la prochaine rencontre de faire le bilan. C'est-à-dire que ce soit au G20, que ce soit à la COP28, que ce soit G7. إنني أأمل أن يحظى هذا المؤتمر بالعديد من النقاط الإيجابية وأن نتوصل إلى العديد من النتائج التي تكون محل الاعتبار من قبل جميع الدول. هناك العديد من التغييرات في وجهات النظر وذلك أثرى المناقشات. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس وأشكر جميع الدول المشاركة. Accepté comme membre à part entière du G20. Merci beaucoup de cette demande. Je crois beaucoup que beaucoup sont déjà prononcés. Mon frère Lula, il s'est prononcé, mais je demande aussi d'être mon avocat par rapport à ce qui a été fait ici. Et très sincèrement, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, comme ça a été dit maintenant. Donc, l'espoir est permis, mais il faut de la prudence. Il faut qu'on soit très prudent par rapport à tout ce qu'on a dit. Et se donner tous les moyens de voir comment on va y arriver. Et de ce côté-là, il y a un grand plaisir, puisque d'autres pays, africains ou d'autres, ont cité comme quoi ils sont dans la bonne voie. Donc c'est un bel exemple pour les autres pays de ne pas être déçus et de savoir qu'on va aller ensemble. Mesdames et messieurs, vous le connaissez tous, on a vécu le Covid. C'est une très belle leçon qui nous a été donnée. علينا جميعا التكاتف ومن أجل إيجاد منهجية دولية للتعامل مع كل تلك هذه الأزمات. هناك العديد من الدول الغنية لم تحقق تعهدها بعد بشأن تمويل المناخ، ونحن نأمل جميعا أن نجد حلولا من أجل مواجهة التغييرات المناخية ومن أجل توحيد الجهود من أجل إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع كل هذه الأزمات. إن إفريقيا مثقلة بالديون نعلم جميعا، ونحن ندفع جميعا ثمن تلك الأزمات التي أعقبت أزمة كوفيد-19 وكذلك أزمة أوكرانيا. لذلك يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل إيجاد منهجية دولية سواء أفريقيا أو أوروبا، ومن أجل حماية التنوع، ومن أجل كذلك تحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية، وتحديد مسار نحو شراكة مالية جديدة أكثر توازنا. يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول الشمال ودول الجنوب، ومن أجل الحصول على التمويل اللازم الذي يحتاج إليه المزيد من الدول للاستثمار في التنمية المستدامة، وكذلك إلى حماية البيئة بشكل أفضل وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، وكذلك فرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون. نحن نعمل جميعا من أجل إيجاد ميثاق عالمي جديد على جميع الدول أفريقيا أن تلتزم به، فإنه من الهام جدا أن نجد محاور رئيسية وأن نجد كذلك نقاط على الجميع أن يتفق عليها وقواعد نظام مالي جديد لمواجهة الفقر وتغييرات المناخ وتعزيز صمود الدول لمواجهة كل تلك الصدمات والأزمات التي تواجهنا.
يجب أن يكون هناك آلية محددة من أجل إيجاد نظام موحد تتعامل من خلاله كل الدول، وأن نعلن عن الأهداف الرئيسية التي نركز عليها. يجب أن يكون هناك شراكة قوية بين جميع الدول من أجل كذلك استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات سواء كانت قصيرة الأجل لا سيما الأكثر مديونية، وكذلك تعزيز تنمية جميع القطاعات في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار كذلك في البنية التحتية الخضراء، وإيجاد حلول لجميع البلدان الناشئة وجميع البلدان النامية. إضافة يجب أن نتحلى جميعا بالمرونة، وأن نتحلى جميعا بتقديم التسهيلات اللازمة في تعبئة التمويل المبتكر للدول المعرضة للأزمات المتلاحقة. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس على هذا الاستقبال الرائع وعلى هذه الضيافة. أشكركم شكرا جزيلا. نحن أفريقيا قوية بزعمائها، نحن أفريقيا قوية برؤسائها وبشعوبها، ونعمل جميعا على الإجابة إلى تطلعات الشعوب الإفريقية المخلصة والداعمة لرؤسائها. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس. شكرا.